أهلا بكم مشاهدينا في المسائية، إطلالتكم اليومية على أبرز الموضوعات والقضايا التي نسعد فيها بتفاعلكم وطرح ما تودون مناقشته عبر شاشتكم شاشة الجزيرة مباشر. وفي فقراتنا الليلة نتابع الجزيرة مباشر، تلتقي والد الشاب الألماني المرحل من القاهرة بضغوط من برلين بعد احتجازه واستجوابه لأيام. وفي الشأن المصري أيضا، لقاء مباشر مع الدكتور كمال الهلباوي نائب رئيس لجنة الخمسين التي أعدت الدستور المصري الحالي حول رفضه الكامل لدعوات تعديل الدستور لمد فترة حكم رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي. ونتابع في ملف خاشقجي، رئيس لجنتي الاستخبارات والعلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي يتعهدان بالنظر في العلاقات مع السعودية مع إحياء ذكرى مرور 100 يوم على اغتياله. ننوي التحقيق بشكل مكثف فيما يخص السعودية، سواء إن كان من حيث اعتمادنا على المملكة أو في دور جميع أولئك المسؤولين عن مقتل جمال خاشقجي. هناك أسئلة حول الحكومة السعودية سننظر فيها وفي أمور أخرى متعددة حالما نستكمل تعيين جميع أعضاء اللجنة. وفي الشأن الفلسطيني، استشهاد سيدة وسقوط عشرات الجرحى إثر قمع القوات الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في مسيرات العودة بغزة وقصف مواقع المقاومة الفلسطينية في خان يونس شرقي القطاع. وضمن متابعتنا للمشهد الفلسطيني، نلتقي القيادي بحركة حماس الدكتور محمود الزهار. ونختتم المسائية بقراءة في أهم ما جاء بالصحافة العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. رحلت السلطات المصرية الليلة الماضية مواطنا ألمانيا من أصل مصري يدعى محمود عبد العزيز بعد احتجازه لنحو أسبوعين في القاهرة بتهمة الانتماء لخلية تابعة لتنظيم الدولة، بينما ما تزال القاهرة تحتجز ألمانيا آخر من أصل مصري أيضا يدعى عيسى الصباغ بتهمة نفسها. وبثت وسائل إعلام مصرية لقطات مصورة لترحيل محمود عبد العزيز، وقال مصدر أمني إن الترحيل جاء بناء على اتصالات مكثفة بين القاهرة وبرلين خلال الأيام الماضية. وأكد المتحدث باسم الخارجية الألمانية عودة الشاب محمود عبد العزيز إلى ألمانيا، وقال إنه لم يسمح للدبلوماسيين الألمان بلقاء الصباغ. وكانت الخارجية الألمانية أعلنت أنها تتعامل مع قضية المواطنين الألمانيين المختفيين في مصر بجدية كاملة. وينضم إلينا عبر سكايب من القاهرة السيد عمرو عبد العزيز، والد الشاب محمود عبد العزيز المرحل إلى ألمانيا. أهلا بك. وينضم إلينا أيضا عبر سكايب من مدينة ميونخ الصحفي صلاح سليمان. أهلا بكما. بداية سيد عمرو، الحمد لله على سلامة محمود. الله يسلمك أستاذ عمرو. يعني كنت بالأمس معنا وتحدثنا معك عن يعني موقف محمود، وكان الحديث عن أنه سيتنازل عن الجنسية المصرية مقابل ترحيله. يعني حدثنا عن يعني هل تم التواصل بينك وبين محمود عندما وصل لألمانيا، وما هو الحديث الذي دار بينكما؟ الحمد لله. الأول أقول ألف ألف مبروك علينا جميعا، الحمد لله، وعلى محمود وعلى أسرته سلامته وعودته إلى بلده ألمانيا. وبأؤكد فعلا أنه هو تنازل عن الجنسية المصرية، وأن حالته في الوقت الحالي تعتبر مستقرة نسبيا بفضل الله تعالى، وده شيء يسعدنا، وده كان أهم حاجة عندنا. الحمد لله. تفضل. فيما عدا ذلك، جميع التهم أو الادعاءات، أنا حابب أسميها ادعاءات، اللي بيتهم فيها ابني، فإحنا قررنا أن نحن نتخذ القنوات الشرعية سواء المصرية أو الألمانية لإثبات حقنا من أن إحنا الكلام ده لا ينطبق علينا لعدم انتمائنا لا لداعش ولا لغير داعش، ولا لنا دعوة بالسياسة خالص.
طيب احنا يعني سنتحدث عن هذه الادعاءات كما قلت، لكن نريد ان نطمئن على محمود. حالة محمود النفسية بعد احتجازه لاكثر من اسبوعين في مصر والوصول الى ترحيله بهذا الشكل وتصويره بهذا الشكل، هل حالته النفسية كيف حاله؟ حالته النفسية سيئة للغاية نمرة واحد، لانه اتى الضربة من الصديق ومن الحبيب. هو كان ينظر إلى مصر إن ده بيته الثاني أو بيته أيضا، وإن هنا الناس كلها كان دايما بتتعامل معاه بحب، وهو بيجي بحب وجاي يزور أهله ويتفسح وينبسط، فإذا به يفاجأ بموديل ثاني خالص لا ناقة له فيه ولا جمل، فجاي الصدمة من هنا. هل هو اتكلم معاك سيد سيد عمرو عن الفترة اللي تم احتجازه فيها، كيف كان التعامل معاه، ايه الأسئلة اللي سألت له، كانوا عايزين ايه بالضبط؟ لا بالتفصيل لا، لأن حالته النفسية لا تسمح. فأول شيء هو محتاج يظهر بالمظهر اللائق اللي أنا أعرفه عن محمود واللي هو نفسه يعرفه عن نفسه. هو عشان بقاله أسبوعين معزول عن العالم نهائي، طبعا كان شكله زي ما شفنا في الفيديو المسرب في الانترنت، شكله فعلا يخض، شكله الشكل الرسمي بتاع داعش اللي الناس مصدره لنا في المجلات وفي الصحف، اللي هو الدقن الطويلة، اللي هو راجل متجهم ومكشر. ده شيء طبيعي، واحد بقاله أسبوعين في العزل ومحدش يعرف عنه حاجة ولا مسموح له يعمل أي حاجة في أي شيء، فبالتالي كان شكله كده. فأول حاجة بنعملها النهاردة ما ادتش فرصة لليا ولا لي إن احنا نتكلم في أي شيء. نعم. أول حاجة أضبط الأول الأداء بتاعك، تريح، كل يا ابني انسى الصفحة اللي فاتت دي، وكل شيء بعديها بعد سلامتك وأمنك ده هيجي في وقته. وزي ما بقول لحضرتك احنا مش أعداء لحد لا في الداخل ولا في الخارج، وبالتالي ننوي بإذن الله تعالى إثبات حقوقنا في المحاكم المصرية قبل المحاكم الألمانية وفي جميع الساحات، سنواجه هذه المعركة بإذن الله تعالى. ولو إني مش حابب أسميها معركة، هنحاول نثبت حقنا، وأعتقد إن إثبات حقنا هيكون بمنتهى السهولة نظرا لإن ابننا بفضل الله تعالى 100% سليم، وإن ده أكيد في لبس ما أو في حدث موقف ما، ولكن احنا ما عندناش مشاكل خالص ان احنا نلجا للقضاء المصري والاجنبي على السواء لاثبات حقوقنا. واعتقد ان معظم الاجراءات اللي قد تتخذ ضد محمود او اتخذت ضد محمود هيشوبها ضعف كبير نظرا لانها تمت في حاله اقصائه. طيب سيد ونظرا لانها نعم. ونظرا لانها تمت في حاله ان هو فيها ما عندوش الحريه يكون عنده محامي ولا يكون عنده في ممثل من السفاره بتاعته. طيب سيد مثلا على سبيل نعم. المثال تركه او تنازله عن الجنسيه المصريه، انا احنا لسه ما نعرفش هل يجوز الكلام ده، ان انا واحد في الحجز يتم ان انا مفاوضتي يا اما هتتنازل عن جنسيه يا اما، طب مش في الاول حكم الجهه اللي انا اللي كان محمود عندها لجهه تحقيق بتجمع معلومات. طب سيد عمرو يعني بعد ما حصل لمحمود ما حصل، الى اي مدى محمود سيتمسك بالجنسيه المصريه او بعودته للجنسيه المصريه او عوده الجنسيه المصريه ليه مره اخرى؟ الجنسيه المصريه يا ابن الحلال ويا اخواننا الكرام هي بالنسبة له هي أهله، ما ينفعش تاخدها منه، ما ينفعش أقول له جدك ما بقاش جدك، ما ينفعش أقول له لما تيجي تزور جدك أو جدتك لازم تستأذن. أستأذن إيه؟ أنا داخل بيتي محمود وأنا عندنا بفضل الله تعالى في عنده هنا مكان وعنده بيت جدته وعنده بيت جد أهله وعنده الناس اللي هنا أصدقاء وأصحابه كل ما بيجي يزورهم وبيزوروه، فدي مش قابلة للتفاوض. طب أنت حضرتك شايف إن هو تم الضغط عليه للتنازل عن الجنسية كمقيدة كي يخرج من العزل اللي كان موجود فيه؟ وهل هناك تبرير آخر؟ ولما يتنازل لو كان مش مضطر ليه هي هيتنازل حتى لو مش محتاجه، حتى هي تعبانه في ايه؟ طيب سيد عمرو يعني في الفتره من بعد انه ترك يعني فكره التحرك ترحيله من مصر، هل هو تواصل معاك وهو في مصر ولا عندما ذهب الى المانيا؟ يعني هل كان في وسيله للتواصل معاه في مصر ولا لما ذهب لالمانيا؟ في مصر نهائي،
في مصر نهائي. انا شفته في مصر بعد لما الطياره طلعت، شفت الفيديو بتفرج عليه زي الغريب، لكن في مصر لم يتم التواصل معاه على اي اساس اتواصل معاه، اذا كان موبايله مش معاه اصلا ولا اي حاجه. طيب سيد عمرو، انا اخبرت ساعه واحده من السفير قبل سفره ان السفير وصله للمطار وهيحطوه في الطياره، بحيث ان انا ما كانش عندي فرصه، انا ابعد عن المطار باكثر من ساعه، ما عنديش فرصه ان انا حتى اجري واروح لابني، كان نفسي ارجع معاه بس ما قدرتش. ده السفير الالماني في القاهره سيد عمرو. نعم. طيب يعني بالحديث حوالين يعني محمود، يعني ما خرج في وسائل الإعلام المصرية، يعني كان كله يتحدث عن ترحيل المواطن الألماني بعد نزوله على الجنسية، وأنه يعني سأقرأ لك بالنص يعني، وبفحص موقف محمود عمرو محمد عزت تبين أنه ينتمي فكريا لعناصر من تنظيم داعش، ونظرا لعدم ارتكاب المذكور إحدى الجرائم وتنازله عن الجنسية المصرية فقد تقرر ترحيله بعد التنسيق من السفارة. يعني الحديث حول فكرة أنه منتمي فكريا لتنظيم داعش وأنه أتى للانضمام إليهم في سيناء، يعني وقع هذا الكلام عليك كوالد لمحمود؟ وقع هذا الكلام وقع سيء طبعا جدا ويزعجنا، ولكنه يناقض نفسه. فكيف يكون له في النص الأولاني بيقول ينتمي فكريا، والنص الثاني بيقول لم يرتكب خطأ وبالتالي حنرحله؟ طب ما هو لو كان ينتمي وانت متاكد انه هينتمي، انت ما كنتش هتوري لي العلم ثاني، انت كنت هتمسح اسمه من على الخريطه اصلا. طيب فسهل جدا. وبعدين انا لا اخذ الموضوع ده بشكل سيء وبسوء نيه، فليدعي الادعاء ما يريد. طيب ولياتي الدفاع ليؤكد ما يريد، وقدامنا محكمه وقدامنا قضاء كلنا بنثق فيه. نعم سيد عمرو، ما عندناش مشاكل فيه. نعم سيد عمرو، يعني بما انك انت والد محمود واقرب واحد اليه وتفهم شخصيه محمود، يعني ما انعكاس هذا الاتهام او هذه الدعاوى الباطله كما انت وصفتها على محمود الشاب الذي اتى يعني يدرس في السعوديه واتى لزياره اهله والجلوس معه؟ اكبر واقوى المشاكل عندما تأتيك من إخواتك أو من الناس المقربين لك. فلم يكن لمحمود شخص مقرب ولا بلد مقربة ولا محببة إلى قلبه قد مصر، هو بيته الثاني بل بيته الأولاني. نعم. يعني زيه زي ألمانيا بالنسبة له، هو لما كانش بيجي هنا بيحس إنه ضيف. فبالتالي ده المكان الوحيد اللي كان محمود متخيل إن أنا لما تجيلي مشكلة في أي حتة أنا هلجأ لهنا للناس، بما فيهم السلطات، بما فيهم أهلي وإخواني. من هنا تأتي المشكلة، ومن هنا تأتي الإشكالية. والقضية هنا حابب إنك تعممها، مش محمود بس. وأم محمود الست الألمانية اللي قضت عمرها معايا أكثر من 25 سنة دلوقتي، هنا مصر بالنسبة لها بيتها، اللي بياخد الثاني فهو الأولاني. لأنها أسلمت ومحجبة ومصر بالنسبة لها مرجعية. كانت بتبص لي بعينيها وتقول لي انتوا عملتوا ايه في ابني وليه عملتوا كده؟ ليه؟ ما هو المبرر؟ وكنت دايما ببرر لها دي اجراءات شكليه، ولا تهني ولا تحزني، ان الله معنا ما تقلقيش، هيبان الحق وفي المحاكم المصريه وعند القضاء المصري، احنا ما عندناش حاجه نخاف عليها. نعم. وما عندناش حاجه نخاف منها. نعم. الجمله اللي محمود قالها لي يا بابا انا كنت 100% مع الجميع وكنت محترم مع الجميع، حتى انا اللي كنت بفتح لهم الموبايل بتاعهم واقول لهم بتاعي واقول لهم واوريهم شوفوا انتوا وابحثوا، انا حتى ما عنديش فيسبوك، شوفوا وابحثوا، لا ليا انتماء ولا تنظيم ولا اتصال باي حد، وبالتالي احنا ما عندناش حاجه نخاف عليها. المساله مساله وقت، واكن الحب والاحترام للجميع اللي شك فينا قبل اللي ما شكت، قبل اللي ما شكش، واللي متأكد مننا إلى أن يظهر الله الحق بإذن الله تعالى وهو قريب. سيد عمرو، يعني ربما سؤال الأخير، كيف تعاملت السلطات المصرية فترة احتجاز محمود مع محمود؟ مع الأسف الشديد لا أستطيع أن أجيبك لأننا لم نعلم شيء، ولكن أحب أقول لك التسلسل. بعد 8 أيام من اختفاء محمود يأتي، وطبعا مراجعتنا للسفارة، يا جماعة فين محمود؟ احنا بس عاوزين نعرف فينه، مش هقول لك تهمته ايه، هو فينه الاول. اول رد يجي لنا للسفاره الالمانيه من السلطات المصريه
تخيل حضرتك ايه، والرد ده بلغنا به رسمي من السفاره الالمانيه. لم لا يوجد مواطن اسمه او شخص اسمه محمود عبد العزيز دخل الاراضي المصريه في هذا اليوم، يعني اصلا الشخص ده مش موجود. ده بعد 8 ايام من احتجازه. بعد 8 ايام من احتجازه. وبعد كده بعد ما عرفنا كل حاجه تحاول السلطات الالمانيه انها تقول فين يا جماعه محمود خلونا نقابله، برضه لا. انا السؤال اللي بساله، ليه عملت كده يا سلطات مصريه؟ ليه؟ ما انت حقك، انت بتعمل حقك اللي بتدافع بيه عن بلدنا وبتامن فيه بلدنا، كلنا معاك في كده. لكن ليه بتخبيه؟ ليه ما بتقولناش مكانه؟ طب ما انت كده بتحط نفسك قدام الناس موقع شك، حتى ولو كان معاك حق دلوقتي اصبح مين اللي هيصدق؟ مين اللي هيصدق الكلام ده؟ لما انت مش عاوز تسمح للسلطات، غير لو كنت انت حابب انك تجيبه وتستجوبه، عايز السلطات تيجي اهلا وسهلا، عايز محامي يجي اهلا وسهلا، وانت صاحب القرار ان من حقك انك تقول مثلا انا القواعد عندي اول اسبوع ولا اول اسبوعين ممنوع زياره، اهلا وسهلا بقواعدك، لكن انك انت ما تقولش وكده ده كان عتاب لينا، ما كانش له لازمه. نعم. طيب ابقى معايا. لكن فيما عدا ذلك نعم. احنا راضيين، وهو الادعاء فليقل ما يقول. نعم. واحنا باذن الله تعالى قدام المحاكم. نعم. ابقى معايا سيد عمرو. سيد صلاح سليمان، وانت صحفي في مدينه ميونخ، يعني ما الصدى الموجود حاليا لترحيل محمود ووصوله الى المانيا بعد احتجازه اسبوعين في لدى السلطات المصريه؟ الحقيقة نستطيع أن نقول أن السلطات الألمانية نجحت بالفعل في وجود محمود. الصدى الموجود الآن في ألمانيا، طبعا هناك فرحة إلى حد ما في هذا النجاح الدبلوماسي، وألمانيا أساسا سباقة في عندما يحتجز مواطنيها. نتذكر أثناء يوشكا فيشر مكان وزير الخارجية ألمانيا احتجزت في بوليفيا سايحة ألمانية، واستطاعت على الفور السلطات الألمانية هناك من أن تجري مفاوضات مع الخاطفين وأخرجوها بكفالة. يعني هناك قصص كثيرة في هذا المنوال عن نجاح السلطات أو الدبلوماسية الألمانية في إخراج مواطنيها. لكن قصة محمود هي قصة إلى حد ما يعني غريبة الشكل، لأن ألمانيا في الأساس الذين لهم انتماءات داعشية أو على اتصال بداعش هم مرصودون في الأساس. يعني ألمانيا عندها قوائم وترصد كل هؤلاء الشباب، لأنها قضية شائكة جدا هنا في ألمانيا وفي ولاية بافاريا في ميونخ. هناك قائمة من 12 واحد على سبيل المثال ذهبوا إلى العراق، وأثناء عودتهم تم احتجازهم. فالغريب أن السلطات المصرية يعني وجهت اتهامات خطيرة جدا لمحمود، والسلطات الألمانية لم تعلق عليها، يعني مع المفروض أن السلطات الألمانية هي التي تخبر السلطات المصرية بمحمود. يعني هل هذا الكلام يؤكد سيد صلاح أن هذه الدعاوى باطلة أو أنها ليست دعاوى حقيقية مبنية على معلومات أنا حقيقية؟ أنا لا أستطيع، أنا من موقفي ومكانتي أنا أحلل، لكن لا أستطيع أن أعرف ما هي الدلائل التي حصلت عليها السلطات المصرية أو من استجواب محمود، ما هي الدلائل؟ نحن في انتظار هذه الدلائل بالتأكيد يعني. لكن أنا فقط من واقع خبرتي هنا في ألمانيا، هناك عناصر داعشية كثيرة جدا أتت من العراق وتركيا، أصلا احتجزت ألمان مواطنين ألمان في أثناء اتصالهم بداعش وأرسلتهم تاني إلى ألمانيا. طيب سؤال سيد صلاح، يعني إذا كان محمود أو أيضا الشاب عيسى الصباغ، يعني أيضا الحديث من السلطات المصرية أنه ينتمي لداعش، هل ممكن أن محمود يرحل ويذهب إلى بيته في ألمانيا بشكل سليم، أم أنه سيسلم إلى السلطات الألمانية ليتم احتجازه والتحقيق معه؟ في ألمانيا هذا التهم خطير جدا، الانتماء الى داعش، او يعني هذا اتهام في منتهى الخطوره هنا في ألمانيا. يعني بالتاكيد لابد ان يسلم، ليس لاهله لكن الى السلطات الألمانية. انا سمعت والد محمود يعني وهو بيقول ان السفير الألماني وصل محمود الى الطائره. يعني في المفترض اذا كان هذا يعني هذا الاتهام الخطير موجه له، اعتقد ان لابد ان تكون قوات امن المانيه في استقباله. يعني نعم.
وضحت الفكرة سيد صلاح، وعذرا لضيق الوقت أشكرك شكرا جزيلا. الصحفي صلاح سليمان كنت معنا عبر سكايب من مدينة ميونخ، شكرا جزيلا لك. وانضم إلينا عبر الهاتف من برلين السيد محمد الصباغ والد الشاب الألماني المحتجز لدى السلطات المصرية عيسى الصباغ. أهلا بك سيد محمد، هل من أخبار عن عيسى المحتجز حاليا لدى السلطات المصرية؟ لا يوجد أي خبر. من السلام عليكم ورحمة الله. الأول هو طبعا عيسى ما زال مختفي إلى الآن، مش عارفين مكانه فين. كل وصلنا في خلال 28 يوم من ساعة ما اختطف إلى الآن، 17/12/2018 إلى الآن، هو اتصال واحد امبارح من الخارجية الألمانية قالوا إن السلطات المصرية قالت عيسى عندها، غير كده ما فيش. فوجئت النهاردة إن الإعلام عمال يكتب عيسى ترحل، عيسى ترحل رجع ألمانيا. اتصلت بالخارجية قلت لهم الكلام ده 9:30 النهاردة صباحا، قلت لهم أنا شايف في التلفزيون المصري إعلانات مكتوبة وأخبار وسريع إن عيسى رجع. لقيت الخارجية ما عندهمش أي فكرة عن الموضوع أصلا. فقال لي إزاي الكلام؟ قلت له أنا بقول لك التلفزيون المصري، قال لي صور لي الشاشة بالتليفون. صورت الشاشة بالتليفون وبعتها له إيميل، فيعني ما ردش طبعا. قعدت اتصل بعد كده فيش اتصالات ولا يعني يرد عليا. النهارده الجمعه يعتبر يوم خالص بالنسبه لهم، فما عنديش اي معلومه غير المعلومه الرسميه ان عيسى ما زال عند السلطات المصريه، وان السفاره المصريه بتحاول تجري، السفاره الالمانيه في القاهره بتجري اتصالات مع الحكومه المصريه للاطلاع على اخر اخبار عيسى. هو ما نشر سيد محمد في الإعلام أنه تم ترحيل محمود عبد العزيز، وأن ما زال محتجز عيسى الصباغ لعلاقته بتنظيم الدولة، وكان يعني يتخذ كان يريد من الوصول إلى مصر أن يلتحق بهم. هذا ما نشر بالطبع على وسائل الإعلام المصرية. طبعا ضغط، احنا عندنا اصلا شقة تمليك في سيناء، بنروح سيناء كتير. احنا بطاقتنا موجوده على سينا، مكتوب في العنوان بتاعنا سينا، فاحنا شقه مش ايجار تمليك. فهو مثلا لما الوالد يقول احنا لينا بيت في سينا او شقه في سينا، ياخدوا كلمه سينا ويعمل عليها مثلا يعني بروباجندا كبيره وهيصه عشان يلبسوا تهمه ظلما او يعمل يطلع له شبهه. انا بقول لك على الهوا هروح سينا لاني انا ساكن في سينا برضو، يعني عندنا بيت العائله في شبرا في القاهره، وكل ما يكون عندنا اجازات فرصه بنروح سينا. اخويا بيشتغل هناك في السنترال اسمه احمد الصباغ، وبطاقته مكتوب عليه احمد الصباغ، عنوانه على طابه حضرتك في سينا. فبيروح يشتغل 20 يوم في سينا وبيرجع 10 ايام القاهره، واجازات الصيف كلها بنقضيها في سينا، واللي يجي من المانيا بيروح غير جو في سينا. يعني دي مش تهمه، يعني ان لينا بيت في سينا، يعني انا استغربت بصراحه او شبهه. فهو طبعا ربما عشان خاطر الفتره طويله جدا لازم يجيبوا اي مخرج ليهم للسبب، فقال لك ان هو مثلا بيروح سينا وعايز يروح سينا، كلام اللي هو ده. نعم، اشكرك سيد محمد، وان شاء الله يعني ارجو ان شاء الله ان ترى عيسى قريبا، وكما خرج محمود يعود عيسى لك مره اخرى. اشكرك سيد محمد صباغ والد الشاب الالماني المحتجز لدى السلطات المصريه، والشكر موصول ايضا للسيد عمرو عبد العزيز والد الشاب محمود عبد العزيز الذي رحل الى المانيا. شكرا جزيلا لكما.